وجهت القاهرة انتقادات حادة لدول الغرب في اجتماع جدة المنعقد لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وانتقدت امتناع البعض عن مساندة مصر في حربها ضد الإرهاب بعد 30 يونيو ليتم حشد القوى لمواجهة العدو نفسه. وقال سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع الذي شاركت فيه مصر مع الولايات المتحدة و6 دول خليجية والأردن ولبنان وتركيا، قال إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تنظيم داعش والنصرة، وذلك في إطار مقررات الشرعية الدولية وبالتزامن مع تسوية في سوريا مبنية على مبادئ إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012. تمكنت قوات الجيش الثالث من قتل 3 تكفيريين وألقت القبض على 6 آخرين بعد معركة عنيفة اندلعت بين قوات الأمن على طريق القطامية العين السخنة. وأكد مصدر عسكري أن التكفيريين كانوا من سيناء في محاولة للتسلل إلى السويس والقاهرة لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن، إلا أن الجيش تعامل معهم قبل نجاحهم في تنفيذ مخططاتهم. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حصيلة بيع شهادات قناة السويس في اليوم السادس للطرح إلى 4.5 مليار جنيه حتى عصر اليوم، ليصل إجمالي الحصيلة منذ بداية الطرح إلى 38 مليار جنيه. وأعلنت الهيئة القومية للبريد أنها ستبدأ بيع الشهادات من جميع الفئات للعملاء الأحد المقبل من خلال 1600 مكتب بالمراكز والمدن والقرى الرئيسية بمختلف المحافظات لصالح بنك القاهرة، وذلك بعد اتفاق بين الهيئة والبنك. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن الرئيس استمع إلى رؤساء الجامعات المصرية الذين تناولوا أثناء مداخلتهم سبل تعزيز دور الجامعات في المساهمة بالأفكار والمقترحات في مختلف المشروعات التنموية المصرية مثل مشروعي تنمية محور قناة السويس وتنمية المثلث الذهبي. طالب حزب النور بعدم تعطيل الانتخابات البرلمانية أكثر من ذلك، منتقدا عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن. وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن التعطيل يخالف مواد الدستور الذي حدد موعد إجراء الانتخابات قبل مرور 6 أشهر من الاستفتاء على الدستور. وأضاف عبد المقصود في تصريحات على الصفحة الرسمية للحزب بفيسبوك أن حزبه لا يعرف سببا وراء عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، منتقدا ما اعتبره غيابا للشفافية في تصريحات الحكومة حول توضيح سبب التأخير. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه من عدة مناطق بالمحافظة من 4 عصر الجمعة وحتى 12 مساء للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه إمبابة، وتضم المناطق هضبة الأهرام وإسكان الضباط وإسكان الشباب وأول طريق مصر الفيوم الصحراوي وأول طريق مصر اسكندرية الصحراوي ويمين وشمال شارع فيصل وشارع الهرم ومتفرعاته وكفرة هرمس ومنشية البكاري وكفر غطاطي والطلبية. قال هشام زعزوع وزير السياحة إنه تم إجراء تعديل تشريعي يمكن شركات السياحة من الدخول إلى مجال النقل السياحي الجماعي لخدمة المواطنين. وأوضح زعزوع خلال حضوره افتتاح الخط الأول لمشروع النقل الجماعي السياحي أنه تم تكليف شركة مصر للسياحة بتوفير أتوبيسات حتى سعة 49 راكبا على مدار اليوم بمعدل تقاطر 15 دقيقة، موضحا أن الخط الأول يبدأ من أرض المعارض بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، والثاني يبدأ من العبور وينتهي بأرض المعارض، والخط الثالث من أرض المعارض وحتى الشروق، ومقابل الخدمة 10 جنيهات للتذكرة. انطلقت أولى رحلة الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم، واحتفلت شركة مصر للطيران بتوديع الفوج الأول من حجاج القرعة وجميعهم من محافظة القليوبية بحضور حسام كمال وزير الطيران والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس البعثة الرسمية للحج. وفي كلمته قال وزير الأوقاف إن الإسلام ربط جميع العبادات بمكارم الأخلاق وعلى رأسها الحج، وطالب الحجاج بالتحلي بمكارم الأخلاق قبل وأثناء وبعد الحج، خاصة أن الإسلام دين السماحة واليسر وعمارة الكون ولا يقر الفساد ولا الإفساد. قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التقارير الدولية تشير إلى أن دمارا رهيبا ألحقه العدوان الإسرائيلي بكل مناحي الحياة والبنية التحتية بغزة، علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء. وأكد العربي أن تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة شهدت أن ما حدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة أمر لا يمكن السكوت عليها، وصفا تقرير مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة التي يلزم أن تقدمها الوكالة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وصفها بأنها صادمة. إيمان عبد الشافي، آخر النهار. شكرا للزميل إيمان عبد الشافي والزميل أحمد حربي على تقرير الأخبار. يعني طبعا يعني احنا نسجل تقديرنا للسيد نبيل العربي، بس يعني هو شاف من الأونروا شاف التقارير وقال إنها صادمة. يعني والله ما احنا شفنا واحنا كنا مستنيين لما الغرب يقول، يعني احنا كنا مستنيين السيد نبيل العربي. يعني أنا أقول